متابعينا في الأردن، أسعد الله مساءكم بكل خير. نهار اليوم سأت أجواء مستقرة ربيعية مناسبة للخروج وممارسة النشاطات الخارجية. هذه الأجواء يتوقع أن تستمر يوم غد بإذن الله، مع توقعات بأن تنخفض قليلا درجة الحرارة لكن تبقى أعلى من المعدلات يعني مثل هذا الوقت من العام. التوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال هذه الليلة، حيث يسود الطقس صافي 9 درجات مئوية، الملموسة 8، الرطوبة حوالي 70%، والرياح تكون من شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة اليوم غد بإذن الله: نبدأ بالمنطقة الشمالية، إربد 19-11، عجلون 19-9، جرش 21-8، والمفرق 21-7 درجات مئوية. المنطقة الوسطى الزرقاء 22-7، البلقاء 20-9، عمان 19-6، مأدبة 19-6 أيضا، والبحر الميت 27-14 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الكرك 20-10، الطفيلة 19-9، الشوبك 16-5، العقبة 27-14، ومعان 21-4 درجات مئوية. المنطقة الشرقية الأزرق 22-7، الصفوت 21-3، ورويشة 22-5 درجات مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.